أربع نصائح لاستثمار آمن وقت الركود، فما هي؟ لعل القلق من الركود الاقتصادي يعد من بين أكبر التحديات التي يمكن أن تواجه العالم بعد التضخم، وهناك مؤشرات مبكرة قد تساعد في التنبؤ بحدوث ركود اقتصادي، مثل انخفاض أسواق الأسهم بصورة كبيرة وتخفيض الأسر لنفقاتها وقلة الطلب على السلع والخدمات في الأسواق بسبب القلق من الوضع الاقتصادي وتقليص الشركات لاستثماراتها وتوسعاتها وحجم العمالة لديها بسبب ضعف الطلب مدفوعاً بالتوقعات السلبية وأيضاً ارتفاع ديون الأفراد. كذلك التضخم المرتفع يمكن أن يكون بمثابة قنبلة موقوتة، حيث إنه إذا لم يدر بشكل فعال قد يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي حاد ويعمق الأزمة، ما يزيد من احتمالية الدخول في مرحلة ركود اقتصادي. ومن المهم اتخاذ أربع خطوات استباقية لحماية أموالك من تأثيرات الركود المحتمل. أولها، لا تخسر أموالك. فحماية رأس المال من الخسارة وعدم المخاطرة به قد يكون أفضل استثمار، فبدلاً من الاستثمار في أسهم الشركات ذات التقلبات الكبيرة، يمكن الاستثمار في الأصول أو السندات الحكومية أو صناديق المؤشرات التي توفر أماناً أكبر. ثانياً، استثمر بحكمة. خلال فترة التضخم التي قد تسبق الركود، هناك أشخاص يتأثرون بارتفاع الأسعار أكثر من غيرهم، فمثلاً من يبني منزلاً أثناء ارتفاع أسعار مواد البناء سيتأثر بزيادة التكاليف بشكل كبير، لذلك قد يكون من الأفضل تأجيل مثل هذه المشاريع حتى تستقر الأسعار. وإذا كنت تفكر في الاستثمار، فتذكر أن هناك شركات تنتج سلعاً لا يمكن الاستغناء عنها مهما ارتفعت أسعارها، على سبيل المثال وليس الحصر، شركات الأدوية والمواد الغذائية، ويمكن شراء أسهم في تلك الشركات التي ستظل تنتج وتبيع منتجاتها باستمرار رغم تقلبات السوق والتضخم، وهو ما سينعكس إيجابياً على قيمة أسهمك. ثالثاً، خفض نفقاتك واستثمر في ذاتك. حاول تقليل النفقات بالاستغناء عن شراء الكماليات، فهذا يمكنك من بناء احتياطي نقدي يساعدك ويعزز قدرتك على التعامل مع التحديات المالية أثناء فترة الركود، مثل فقدان العمل وسداد الديون لتخفيف الأعباء المالية. أيضا امتلك مهارة تزيد فرص تحسين دخلك الوظيفي وتزيد فرصك في سوق العمل، وبالتالي تستطيع مواجهة ارتفاع الأسعار أو شح الفرص الوظيفية. أخيراً، انظر إلى نصف الكأس المملوء، فهناك قاعدة اقتصادية تقول إن الأزمات الاقتصادية كثيراً ما تتيح أفضل الفرص لصنع الثروات، فخلال الأزمات تنخفض أسعار بعض الشركات، ما يعطي فرصة لاقتناص أسهمها بأسعار أقل من قيمتها العادلة.